الساعة 1 الصبح بعد أول يوم من بطولة رولان جاروس. مش عارفة ازاي انا لسه هنا، زي ما انتوا شايفين الدنيا حواليا مهجورة تماما، انا الوحيدة اللي موجودة، انا والناس اللي بينظفوا. بس كان يوم يستاهل يعني ان انا اقعد طول اليوم اشتغل، بس ربنا يستر واعرف اعمر بقية البطولة. يومي ابتدى بأكشن جدا. صاحبتي الصحفية الفرنسوية كارول بوشار بعتت لي مسج على 11 الا ربع كده، تقولي ريم تعالي حالا، محمد صفوت دخل المين درو از ا لاكي لوزر. هوريكم كده يومي ابتدى ازاي. Good morning. الواحد بصراحة ما كانش عارف ينام امبارح بالليل من القلق والقهرة على محمد صلاح، و نمت في الآخر يعني الصبح كام ساعة، وصحيت على أخبار عظيمة إن محمد صفوت اللاعب المصري هيلعب في المين درو في رولان جاروس. هو كان لاكي لوزر، هما بيعملوا قرعة لللاكي لوزرز، مش بيعملوا بالترتيب. للي مش عارف ان ايه لاكي لوزر، اللي بيخسر في الدور الثالث من التصفيات وترتيبه عالي ممكن يخش المين درو لو في حد انسحب. اللي حصل ان في 6 انسحبوا، بس صفوت في القرعة اللي اتعملت كان السابع، فكنا مستنيين نشوف حد سابع ينسحب عشان صفوت يخش الجدول الرئيسي. فانا صاحيه على ملا وشي، ما كنتش ناوي احضر اول ماتش بتاع ديميتروف، او ما كنتش هروحه من اوله. وبعدين عرفت ان المفروض يلعب ديميتروف فيكتور تشويسكي الصربي، انسحب فعلا وصفوت خد مكانه. وصفوت دلوقتي حالا على ملعب فيليب شاتريه وبيلعب المصنف الرابع البطوله جريجور ديميتروف. فانا هجري هروح رولان جاروس، بس كنت عايزه اديكوا ابديت، في ناس كتير بتسالني اسئله. و يلا صفوت. الحمد لله لحقت صفوت وقعدت في الستانس في ملعب فيليب شاتريه، واتفرجت لاول مره في حياتي انا بيرسونلي لايف على لاعب مصري بيلعب في المين درو بتاعت جراند سلام. ومش مصدقه ان صفوت اول مره يلعب جراند سلام فيها جاله الحظ ان هو يلعب على سنتر كورت ملعب فيليب شاتريه، ملعب تاريخي، ملعب عظيم، وضد المصنف الرابع على البطوله جريجور ديميتروف. بصراحة لحظة مش هقدر انساها. وبعدين وانا بتفرج at some point هو الجمهور كان بيحاول يشجع صفوت، وهو مستواه اتحسن جدا من اول نص المجموعة التانية، ولعب مجموعة التالتة هايلة خسر فيها 7-6 في الاخر. الجمهور كان عمال ينده اسمه، كان في كمية جماهير تحتية قاعدين بيقولوا صفوت صفوت صفوت. بجد كانت لحظة ما تتنسيش، و I really hope ان هو يكون he enjoyed it as much as I did. دي أول مرة من 22 سنة لاعب مصري يلعب في المين درو من بطولة جراند سلام. آخر لاعب مصري كان عمل الإنجاز ده كان تامر الصاوي، اللي لاعب في الفرنش أوبن واليو اس أوبن في سنة 96. في تاريخ مصر كله مفيش غير 4 لعيبة قدروا يعملوا كده: إسماعيل الشافعي في الستينات والسبعينات، وآخر جراند سلام لعبها كان في سنة 80، أحمد المهلمي اللي لعب اليو اس اوبن في 85، وتامر الصاوي لعب 2 جراند سلامز في 96، ودلوقتي محمد صفوت في 2018. طبعا دخل التاريخ irrespective of النتيجة أو أي حاجة تانية. طبعا ملعب فيليب شاتريه ملعب very intimidating، هو ملعب كبير قوي، الدايمنشنز بتاعته كبيرة قوي، لدرجة ايه اللعيبة ايه اللي اصلا بتلعب عليه بيقول له دايما انه مش سهل ان هم يتأقلموا عليه. فطبعا كان في رهبة لصفوت وهو داخل، بس الاسباب كتير. صفوت كلاكي لوزر عارف ان هو هيلاعب ديميتروف قبلها تقريبا نص ساعه. هو الساعه 10 هي وان تو ساين ان، وقالوا له لازم تستنى نص ساعه عشان نتاكد انك هتلاعب ديميتروف. فعلا الساعه 10 ونص عرف انه هيلاعب ديميتروف، فكان قدامه من 10 ونص ل 11 انه يحضر نفسه. حاجته كلها كانت في ملعب سوزان لانجلان اللي هو الناحيه الثانيه خالص من المكان. وبعدين ما كانش حتى عنده البادج اللي يدخله على سنتر كورت، فكانوا لازم يعملوا له بادج عشان يبقى ليه اكسس لسنتر كورت. ما كانش حتى عارف يلعب بانهي سترينج تنشن، عشان كده كان عمال يغير المضارب بتاعته كل شويه لانه مش متعود على سرعه الملعب ده. يعني هو نزل يلعب في ملعب فيليب شاتريه وهو عمره ما خط رجلي فيه قبل كده، ويعرف طبعا واحد زي ديميتروف لعب عليه كذا مره واتمرن عليه كذا مره، فطبعا خدوا وقت عشان يعرف يدخل جوه الماتش. بس لما فعلا دخل جوه الماتش كان he was down 4-1 في المجموعة الثانية،
قدر ان هو يعملها 4-3 وهي واز ذس كلوز ان هو يعملها 4-4. كان عنده فرصه لكسر الارسال بس في الاخر جريجور خد السات 6-4. وبعدين السات الثالثه بصراحه ات واز تو تو تو، فكانت حاجه هتفرح حقيقي. تعالوا نسمع صفوت قال ايه بعد الماتش، لانه قال كلام مهم جدا وكويس جدا. زي ما قلت لك كل حاجه حصلت بسرعه، حاولت اكونترول كل حاجه قد ما اقدر، حاولت ان انا في الاول والاخر ده ماتش زي هيبقى اي ماتش، ده he's a, one of the best players. حاولت ان انا اتحكم فيهم بس ما حاولتش ان انا افكر كتير ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيعمل، هلعب وحش هلعب حلو، حاولت ان انا انزل العب experience at the end ان انا اطلع the best I can. It's a milestone. محتاج اقف اشوف ايه اللي حصل. اللي انا شوفه النهارده ان انا اقدر have compete، ان انا نافس، ان انا العب، مش ان انا نازل ان انا هو احسن مني وان خلاص. انا كان عندي فرص ممكن دلوقتي ما اقدرش اخدها بس ممكن اشتغل عليها. لو انا اشتغلت عليها حاولت احسن من نفسي فأنا تاني دي مش تبقى اول مره ولا اخر مره ان انا العب في هنا في المين درو او العب في السنتر كورت او في اي حته. اكيد انا متهيألي ان دي هتبقى حاجه كويسه، مش ليا، حاجه كويسه للتنس سواء في مصر او العرب. يعني لو احط مالك خلانا كلنا نصدق ان في ممكن واحد يعمل سيمي فاينل في اي تي بي. مالك كسب جريجور، مالك فتح لنا السكه، خلانا نصدق، خلانا نشوف ان الحلم ممكن يبقى حقيقه، مش مجرد كلام وخلاص. فدي متهيألي حاجه للاولاد الصغيرين اللي بيلعبوا تنس، للجيل اللي طالع، ان هم احنا بمجهود بنشتغل بنخبط شويه، لان احنا زي ما قلت احنا ما نعرفش الطريق، كل واحد بمجهوده. ما عورناش ناس كتير بس برضه ما نعيش في دور الضحيه وان الدنيا واقفه كلها ضدنا زي الارتكل اللي انت كنت كاتباه. لا اي معاكي، انا عشت الدور ده في فتره، ولما ابتديت اطلع من الدور دوت لا ابتديت اشوف ان مش احنا بس اللي ما بناخدش سبورت، في لعيبه كتير ما بياخدوش سبورت احسن مننا، رانكينج احسن مننا وما بياخدوش سبورت وشغالين ومكملين وما بيعملوش حاجه، سواء فلوس سواء سبونسرشيب سواء وايلد كارد سواء اي حاجه. ده احنا بالعكس انا بحس ان احنا محظوظين، او احنا في ناس بتساعدنا اكتر، بس احنا بنحب نعيش في الدور دوت. فاول حاجه لازم نطلع من دور الضحيه وان العالم كله واقف ضدنا وان ما حدش بيساعدنا والكلام دوت. بس وان الناس فعلا تبتدي تشتغل، لان يعني لو اشتغلنا هي محتاجه شغل، شغل وصبر، شغل وصبر، شغل وصبر، وهنلاقي عندنا ناس كتير تطلع، وهم ده اللي بيعملوه. بس ده من اللي انا عشته اخر فتره. زي ما صفوت قال دي مش اخر مره يلعب فيها في جراند سلام، ان شاء الله اللي جاي احسن من اللي فات. ويلا نشوف مالك جزيري هيعمل ايه ضد الروسي ميكال يوجني يوم الاثنين في الفيرست راوند بتاعهم ان شاء الله.